بعدما كان الصراع مشتعلا حول شكل الحكومة التي تراوحت بين الأغلبية والتوافقية، تحول الصراع داخل قبة البرلمان إلى نهج آخر، هو صراع اللجان النيابية، حيث سعى كل حزب أن يفوز بأكثر اللجان التي لها ثقل كبير في الساحة، يأتي ذلك على غرار الانسداد السياسي. اليوم احنا توزيع لجان، توزيع أعضاء المجلس النواب على اللجان، أما تصويت على رئاسات اللجان يكون بعد تشكيل الحكومة. إذا توافقت الكتل السياسية ووصلت إلى تشكيل حكومة، بالتأكيد اليوم تجاوزنا كثير من المشاكل اللي هي انتخاب رئيس الجمهورية، وأيضا تجاوزنا بالنسبة أن تشكيل الحكومة، إذا اللجان أصبحت سهلة. أكيد الكتل السياسية اللي توافقت وشكلت حكومة راح تتفق بما ينهى على رئاسة اللجان. خطوة الأزمة بعد الأزمة، وما يحدث في الساحة السياسية لمعرقلة سير الحكومة الجديدة، هذا ما تريده بعض الأحزاب المناهضة أو المقاطعة إن صح التعبير لشل أي شيء يمضي باتجاه عزل الكتل بالمشاركة في الحكومة. النائب الأول لرئاسة مجلس النواب العراقي قال بأن الكتل السياسية لابد أن يقدموا أسماء لكي يكون في لجان دائمة داخل مجلس النواب العراقي، لكن أعطي مهلة يومين لجميع الكتل السياسية أن يقدموا مرشحيهم لتولي اللجان أو لتشكيل اللجان. هناك مدة زمنية يومين أمام جميع الكتل السياسية أن يقدموا أسماء لتولي اللجان الدائمة أو لتشكيل اللجان الدائمة. توزيع اللجان البرلمانية يجب أن يكون وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وهذا ما يراه البعض ممكنا، لكن حدوثه غير ممكن، فالمبدأ قائم على أساس المحسوبية. من العاصمة بغداد، مهدي غريب، وان نيوز.